عسلامة. عسلامة. لاباس؟ عايشك اخويكم انتم؟ قدم لنا روح. حمزة بحشالب، مواطن تونسي مستقر في تونس. مرحبا بك. وبيك. موضوعنا الإدمان على شرب الخمر، ينجم يأثر على العلاقة الزوجية ولا؟ يأثر 99%. كيفاش ينجم يأثر؟ أثر الحاجة واحد ما يحافظش على صحته. إذا الصحة يهزم معها كل شيء. ويأثر على نفسية المرأة. خاطر خليت المرأة تاخذ راجل يحتويها، يحتويها باش يحافظ على روحه ويحافظ عليها. وهاك الشيء اللي يوصل له هو في شرب الخمر يطيح حق القدر ما بين الراجل والمرأة. خاطر أنت خليت المرأة باش تحافظ عليها وتعطيها الصورة مثالية للرجل، وصورة مثالية في الرجل يكون صحته لاباس، فلوس يعرف ان يحطهم وكيفاش يحافظ عليها ويحافظ على روحه. وشرب الخمر ديما الطريق، أقرب طريق للفساد وأكبر طريق لكون الشيطان ديما حاضر لابسه حاشاك. خاطر شرب الخمر الواحد باش يفقد الوعي، يفقد الوعي، يضيع الإكليبر في شخصيته. ارتكاب معصية؟ وارتكاب معصية ودينيا، لكن كي الدين هو غلط 100% مش 90%. خاطر الدين نتاعنا دين المسلم كله طهارة، وطهارة طهارة ظاهرية وباطنية. والخمر من حاجات الدنيسة، واللي يشرب خمر قادر باش يعمل ياسر جرائم في كل شيء. كان باش يكذب، كان باش يقتل، كان باش يسرق. هذول كله الخمر ينزلوا باش يعمل الامور هذيا كلها. وفي تونس ياسر كارستروف راهو. نشوف العقلية التونسية وشباب كيفاش مدمن الخمر. وثاني حاجة الخمر ساكوت راهو. شو تشرب انت تعمل شيخ هذيا اللي باش تضيع وانت على في على خاتك وشيختك، تعاون فيه اهلك وتعاون فيه دارك وتعاون فيه مرتك وتخمر في صحتك خير. كيفاش ينجم ياثر الخمر على الانسان بعد معناها بعد ما شرب عده سنوات؟ ياثر عليا لخاطر العالم نتاع الخمر ما يعطيكش نزول بالسكر في وقتها، واللي سبتهم نتاع المرض طول الوقت باش يلقى روحه باش يضيع فمه باش يحرق الكبده نتاعو. وفي الاخر فان كونت هو الكول. احنا الانسان ساعات ياكل ماكله مش صحيه يتاثر عليه. خلي الانسان باش يشرب شراب ولا يشرب بيره ولا اي نوع من الخمر، شنو المحتوى نتاعو؟ تجاه هذاك ما يكون قيمه الخمر ولا الدوريجين ولا طياره ولا حاجه، راهو باش يهتك الدم ويضر الدم ويضيع كل شيء. ياثر على عقله ولا؟ هو اول ما ياثر اثر على العقل، اما انت ودوزاج ما بين واحد كما يشرب حاله بيه. انسان مدمن، انسان مدمن، نحكيو على الادمان. الانسان المدمن ديجا فقد عقله. لخاطر اول ما يفيق يفكر باش يعاود يشرب. ديجا مش خارج، هو مش فاهم روحه وقتها. لخاطر ساعة الانسان البيزير. بيزير شو الانسان كي باش يشرب راغمون ولا في الويكاند، لو مينيموم. اما الانسان يعمل روحه يشرب كل يوم، وش عليه يشرب الماء؟ يعني انسان هاز روحه للتهلكه. وذا الروح وما عادش عنده حتى الكليبة باش يفهم روحه شي يحب، وضيع له حتى التفكير نتاعو، كله في السلبيه سيدي تفكيره. وكي يتيح مونك وما عندوش مورد رزق يضطر يعمل حتى حاجه خايبه يضر بها المراه ويضر بها سمعته ويضر بها حاجات. يعني نجم يوصل الانسان المدمن ما عادش نجم يقص على شرب الخمر؟ ما عادش نجم يبطل شرب الخمر؟ والله هو شوفي ساعات احنا نقولوا دعوة خير تهز كل شيء. راه ما تعرفش الانسان شو مخبي له عند ربي. اما دعوة من دعواته والانسان يعمل حتى جلسة مع انسان زوالي، ولا دعوة تاع انسان صالح ولا ما صالح، ولا دعوة تاع امه وقلب صافي، ربي سبحانه يغير الاحوال. خاطر رحمة ربي ديما قائمة. نجم نقول لك ما عادش يعمل ديما الامل. يقول لك لا يأس مع الحياة، لا حياة مع اليأس. ديما الرحمة هذيك الشونس هذيك موجودة، يقذفها ربي في قلب المؤمن، هذيك هو البونوس اللي في حياته، اللي باش نجم يغير بها ياس حاجات. أما إنسان كي يسأل كوليك، راه اللجوء حتى اللحظة باش يبطل، ميم با بعد حتى دو موا تروا موا يموت، يخلي زوغان نتاعو ديجا تحرقوا، يظهر ريحك الكحولية اللي في وجهه، وكل اللي فيه نتاع الكول. يتنفس الدم كما واحد ساعات يضرب دخان، قالوا بعد حاجه كما ضروا كونسير ومشى على روحه. الفائده خاطر الكارير هذاك الدم كما يخزن به يخزن خايب. ما بين انسان يشرب شرب حياته 4 سنين 5 سنين، ما بين انسان شرب 30 سنه سي دو طون مش مسيب الامور.
كيفاش ينجم الانسان يبطل الشرب ويمنع معناها؟ يمنع كي يلقى شكون يزيد يقفلو، يلقى شكون يقفلو، يلقى شكون يقفلو، شكون يحب يضحي معاه، خاطر نكون احنا محتاجين ياسر حب، ومحتاجين ياسر هكاك حميمية، وشي هذايا مفقود، تلقى انسان يواجهك ويجي كونترك ويوسع حتى يضربك باش يمنعك يمنعك، وشي هذايا تفقد. تو كل واحد نفسي الله يرحمه. قلت لي الشرب، شرب الخمر ينجم يأثر حتى على العازب، مش حتى على معناها الراجل المعرس. ريت الانسان العازب كيما يشرب باش يعمل بليزير، كيما لو مومو مثلا هما تلقى عازب عنده احلامه، دخل في بروجي مثلا، دان كو مثلا نجح البروجي عمل شويه فلوس، لما كان فلوس شويه فلوس تاع 10 15 مليون عمل بروجي، هو يشرب البروجي هذاك مشى لوس على بالو مشاكل كل شيء، يلقى روحه يشرب ويحس روحه اللي ما نعرفش كيف ما عرفش خسر فيك المشروع هذاك، يتيح له الشرب اكثر، يكون يشرب مرتين في الجيم يبدا يشرب كل يوم ويقعد شوكي بكل اللي هو وقتها هذاك عليه. يعني هوني فما قله وعي بحالته الصحيه. قله وعي بحالته الصحيه وقله وعي بالعباد اللي ومش حاسب بالعباد اللي يعيش معاهم. خاطر انت شوف واحد يكبر صغير ويعطيه من عمره ومن وقته ومن حياته ونحي من فمه مش اللي هو باش الفيان دار له باش يكبر القد هذاك باش يكون انسان صالح، ما يجيب الرحمه لوالديه، يجي انسان يروح الدار مش يتحكمش حتى في ساقيه وريحته كارهه ومنظره مقلوب، شيء ما فرحش، يكون شيء في ولده يجي في ال... اما حاجه اللي احنا الواحد حاطين امر الشرب والادمان كان في الرجال، احنا ما عندناش ياس نساء خارجين الموضوع، ما عندناش نساء يشربوا تو يعملوا اكثر من الرجال، ما حطوش الراجل حتى تو شيء راه فيه هنا، شيء ما فرحش لا في الانثى لا في الذكر، حتى العقليه التونسيه تقول هذه طفله بنت عائله، هذه طفله بجز هي هذه البورتريه لدارهم، طفله كاتورز عند بوك ودخان، فين والديها؟ فين الوعي اللي قال احنا والدينا ماجوريتي الاكثريه خم دي جو انا فابيت عم يعرف ربي وتلقى الام عالمه والبو كاد وكل شيء وبنته ما تعرفش تعيش ما عندهاش اخلاق نتاع طفل العائله بنت العائله وطفل ما عندوش اخلاق نتاع ولد العائله يلبس اللي يجي ويمشي كما يجي ويعمل في روحه فتري مش اخلاقنا هذيك احنا اورسيجي في كل شيء في الوقت هذا اورسيجي انت والذكر شيء اسف المجتمع لا احنا في الاخر عرفنا شي مليون باش تجي وحده مصر ما تجيش حوم وما عندناش عقليه يسيح ولا سي ديما شيء يألم. شكرا مسيو خلي لك كلمه الختام. ان شاء الله قول ام كلثوم قد يكون الغيب حلوا حلوا انما الحاضر احلى شلي جاي خي نتعدى وكهو ونسبيرو وكهو وتبقى تونس حره مستقله ان شاء الله وكهو. شكرا. هاي سلام.